جميلة لقاء السودان النهارده. بنقابلك يعني بعد غياب شويه بس ببهجه وموسيقى وصوت يعني وعوده قويه لمسرحيه سيد درويش. كلمينا عن العوده بتاعتك ودورك جليله في سيد درويش. سعيده جدا بصراحه ان العوده بتاعتي رجعت في عمل ناجح زي مسرحيه سيد درويش، رجعت بعمل استعراضي غنائي ودي حاجه انا بحبها قوي قوي على خشبه المسرح، المكان الوحيد اللي بحس ان انا حره فيه، بحس ان انا سعيده وطايره مش لامسه الارض بتاعت المسرح. دور جليله، دور انا حبيته قوي وحاسه ان هو يعني فتحت مناطق جديده فيه غير اللي مدام هند رستم عملتها. خدته بطريقه مختلفه خالص، درست شخصيه جليله، قريت كتير عنها وعن سيد درويش. انا طبعا بحب سيد درويش جدا وكنت عملت له قبل كده اوبريت وانا عندي 14 سنه اسمه شهرزاد. اجمل ما في سيد درويش ان هو فنان لكل العصور، الحانه تسمعها في اي وقت وتنبسط بيها. الشباب والبنات اللي بيجوا لنا في المسرحيه يتفرجوا علينا مرتين وثلاثه من الجمهور العادي بيقولوا احنا بنروح ندور على اغاني سيد درويش وننزلها على الموبايلات بتاعتنا ورجعنا نسمعه من اول وجديد، فدي اكتر حاجه محسساني بالسعاده يعني. انت ذاكرتي جليله ازاي؟ يعني شفت الفيلم اللي عاملاه هند رستم، شفت دورت عليها ازاي؟ خاصة ان هو في جزء بيقول عليها ان هي كانت عشيقة سيد درويش او ملهمة سيد درويش، وجزء بيقول ان هو سيد درويش اتجوزها فعليها اختلافات كتير. بص هي محدش قادر بالظبط يحدد لان سيد درويش مات صغير جدا، مات عنده 31 سنة موت مفاجئ. حتى الموت بتاعه في ناس بتقول ان هو قتل لان هو كان ضد الانجليز وضد العثمانيين وكان بيحاربهم بكل اغانيه. فالفترة دي ما حدش عنده حاجة أكيدة قوي، هل جليلة كانت مراته ولا كانت حبيبته وعشيقته؟ هي طبعا ملهمته، في كلا الحالات هي ملهمته. أنا دورت على النت، دورت في السير الذاتية اللي عملوها السيد درويش، زكريا الحجاوي واللي نجيب الريحاني يتكلم عنها، ومن خلال هنا ابتديت أعمل الشخصية بما تراءى ليا أنا بقى. من بعد ما بدأت بروفات ما اتفرجتش على الفيلم خالص علشان ما تأثرش خالص بأداء النجمه الراحله هند رستم، لانه طبعا مقارنه هتبقى قويه يعني. على المسرح الموضوع مختلف خالص على الفيلم، القصه مختلفه خالص مع اللاينز الاساسيه الخارجيه. فجليله شخصيه كلها حيويه، كلها بهجه، كان اسمها جليله شعلله وناس كانت مسميها جليله من الركب. وسيد حتى لما كان بيتخانق معاها ويزعل منها ويغير عليها كان بيعملها اغاني، منها اغنيه الصاغه. عمل اغنيه الصاغه دي علشان غار من واحد سايغ جاب لي جليله خرخال. بالظبط، فغنى كده وقال جليله يعني عمل فضيحه. هو سيد درويش شردها قوي طبعا، بس انت بتحبي اللقب اللي انت شايفاه يعني جليله من الركب احسن ولا جليله شعلاله اكتر؟ يعني نقول لقاء سويدان شعلاله دلوقتي ولا حد شعلاله طبعا. انا عارف ان انت كلاسيكيه بتحب سيد درويش، بتاثري بشغله، بتاثري بعبد الحليم، يعني انت مودي كلاسيكي في الشغل. مش دايما والله، انا بالعكس ده انا بسمع اغاني بنت الجيران برضو وعايف في بحر الجدر. كله انا بسمع الحاجات اللي فيها فن، اللي فيها لحن، اللي فيها يعني على حسب مودي. اوكي، بس انا طبعا بميل للاغاني اللي زي عبد الحليم، مروان خوري، انغام، شيرين. انا بحب الاغاني اللي هي فيها ميلودي، فيها لحن وفيها سلطانه كده. لو كلمنا بقى يعني بعد العوده من ان انت من قرار الاعتزال، انت دخلت المسرحيه وداخله عمل كمان درامي صح؟ كلميني عن العمل الدرامي اللي انت داخله فيه. لا مش هتكلم عن العمل الدرامي لما ابدا التصوير، انت عارفني. انما في مسرحيه تانية اسمها السلطانيه، دي اخراج الاستاذ مراد منير والحان محمود الشريف. دي سيره غنائيه بنعيد يعني بنعيد صياغتها بشكل جديد، وده المشروع اللي عاملاه دكتوره ايناس عبد الدايم. الحقيقه انا بشكرها جدا عليه لانها عامله فكره حلوه جدا انها بتعيد المسرح الغنائي تاني، طبعا بصراحه بقياده الدكتور عادل عبد ورئيس قطاع الفنون الشعبيه والاستعراضيه. بيعيدوا سير غنائيه كتير جدا بشكل جديد ومعاصر تتصور وتنزل اليوتيوب. يعني انا شايفه ان دي بقى هي المحاربه الرئيسيه لكل ما يحصل من هبوط الفن، ان احنا نوريهم قد ايه كان في الحان حلوه وقد ايه الفن الجميل ممكن يعيش مئات السنين ونرجع نعيده بشكل كويس وبتوزيع كويس والناس تحبه. تدريبات الحركه والرقص يعني اتعلمت يعني كنت بتتابع مع مين غير؟ بص انا اصلا كنت برقص زمان استعراضات مع معظم مدربين مصر يعني، ودارسه باليه حر،
فما كانش بالنسبه لي فيها صعوبه، هي بس خدت مني وقت طبعا شويه لانه انا عايزه اطلع يعني زي ما كنت طول عمري. وكان بقالي كتير ما بعملش السردات، بقالي سنتين ونص من اخر مسرحيه اللي هي الحفله التنكريه. طبعا استعنت برضه بدكتور عادل، استعنت بضياء مصمم الاستعراضات، غير طبعا مصمم الاستعراض بتاع العرض. بالتوفيق يا لقاء، وان شاء الله من تقدم لتقدم، ونشوفك دايما منوره وضحكتك ماليه. ميرسي ميرسي يا ياسر.